لماذا رفضت موزايك بث اغنيه البوفو حسب رايك؟ مش حسب رايي، الرد اللي وصلني انه يعني موزايك ما تحبش تعدي كلمه بوفو، وانا نحترم راي الاذاعه هذايا ونتقبله بكل رحابه صدر. لكن نسال حاجه واحده، اسكو الاغاني الاخرين اللي قاعدين يتبثوا اللي هما باللغه الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه زعما ما فيهمش كلمات يمكن يكونوا اصعب ولا اخيب ولا اخطر من كلمه بوخوخو؟ يقولي كلمه بوخوخو كلمه ماهيش بالبيئه، نقولوها في عائلتنا في صحابنا، واكثر حاجه اللي هي تعريفه اكثر منها حاجه اخرى. دونك ميساجش اللي كان ما يحبوش يعطيوها فما حتى مشكله، لكن هذه تسالي انا وبها الناس برشا نفكر شويه. Je connais la cause.